بسم الله الرحمن الرحيم. 4 أذكار لو أنك قلتها يوميا أصبحت أفضل أهل الأرض عملا كل يوم، وتأخذ حصر الحسنات مليارات مليارات الحسنات، وتغفر ذنوبك ولو كانت مليارات، وتكتب عند الله من الذاكرين كثيرا والذاكرات، ولو واظبت عليها كل يوم تكون أكيد هتكون إن شاء الله، وأضمن لك والضامن هو الله أن تكون من أهل الفردوس الأعلى. الذكر الأول سبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، الواحدة منها بس كما جاء والحديث صححه الإمام الألباني، أحب عند الله سبحانه وتعالى من إنفاق جبل ذهب في سبيل الله. ولو أكثرت طبعا يكون أفضل، سبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل. الذكر الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله، لو قلتها 100 مرة كل يوم لا تصاب بفقر أبدا، ولو أكثرت أكثر من ذلك يفيض عليك الرزق والشفاء من 99 داء، وتدفع عنك 70 بابا من البلاء، وهي باب من أبواب الجنة. الواحدة منها بس أفضل من صواب الكرة الأرضية كلها. بعض الناس بيقول 1000 مرة كل يوم، فإن استطعت إنك تقولها 1000 مرة قولها، أو على الأقل مئات المرات. الذكر الثالث ومهم جدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، على الأقل أوي 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل. الواحدة منها بالليل أفضل من قيام الليل من بعد العشاء لغاية الصبح، كما روي عن مجاهد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من كبار ومجاهد من كبار علماء التابعين، إمام ثقة. والذكر الرابع تقول سبحان الله ملء، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض وما في السماء، سبحان الله ملء ما في الأرض وما في السماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. بعدين الحمد لله مثل ذلك، يعني تشيل سبحان الله تحط مكانها الحمد لله، بعدين تشيل الحمد لله تحط مكانها الله أكبر، بعدين تحط مكانها لا إله إلا الله، بعدين تشيل لا إله إلا الله وتحط مكانها لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر ده كنز عظيم جدا، لو قلته مرة واحدة بس، هو طويل شوية بس لو قلته مرة واحدة بس أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل. لو الواحد ذكر ربنا 24 ساعة متصلة ما يوصلش لثواب الذكر ده مرة واحدة بس. لذلك ال4 أذكار دول لو أنت قلتهم مع بعض مجمعة كل يوم مفيش حد هيسبقك يوم القيامة إلا لو قال زيك أو أكتر منك. ولو واحد صلى صام النهار وقام الليل وحج واعتمر طول الشهر بس ما قالش الاذكار الاربعه دول وانت قلتهم انت تسبقهم يوم القيامه، طريقك الاكيد ان شاء الله الى الفردوس الاعلى. فالذكر الرابع ده اكتبوه في ورقه واحفظوه وقولوه زي ما قلت، فال4 أذكار دول واظبوا عليهم كل يوم تصلون الى الفردوس الاعلى، وتحصلون مليارات مليارات الحسنات، وتكتبون كل يوم عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قولوا قولي هذا، استغفر الله.